السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي. هذا النهار ان شاء الله نتكلموا على ثلاث طرق لعلاج الإسهال عند الأرانب. كنظن هذا الموضوع راه جميع المربين ديال الأرانب راهم كيقلبوا عليه، لذا انا قلت ان هذا الموضوع راه موضوع الساعة. ان شاء الله غادي نفسر لكم جميع الطرق لعلاج الإسهال عند الأرانب. إذا قبل الحديث عن هذه العلاجات الثلاث، سوف نتحدث عن الأسباب ديال الإسهال أولا عند الأرانب. باختصار، توجد الأغذية أو النباتات الخضراء التي تقطف وتعطى للأرانب مباشرة بعد يعني دون وضعها في الشمس، وكذلك قشور الخضر، قشور الخضر التي توجد بها مياه، يعني هي بقى فازقة ونعطيها الأرانب، كذلك أنها تسبب الإسهال عند الأرانب. إذا ما هو الحل؟ الحل وهو عبارة عن ثلاث علاجات، وكلهم يعني متاحين موجودين عندكم في الدار وثمن رخيص. أول حاجة وهو الخل العادي، فالخل هو علاج جد فعال للإسهال، بحيث نضع ملعقتين في لتر من الماء لمدة 4 أيام، وسنلاحظ أن الأرنب المصاب بدأ يتعافى تدريجيا، وهذه الطريقة ممكن إعطاؤها لجميع الأعمار وحتى الأمهات المرضعات أو العشر. إذن هذه الطريقة الأولى. نشوفوا الطريقة الثانية. الطريقة الثانية وهذا العلاج، يعني في الطريقة هذه اللي غادي نتكلموا عليه، هو ليس علاج تدريجي وإنما علاج فوري، أي أن الأرنب سيشفى في اليوم الأول بإذن الله، وخصوصا الأمهات المرضعات، بحيث لا يسمح للأم المرضعة أن تمرض في هذه الفترة، لأنك تكون كترضع ما عندهاش الحق أنها تمرض، لأن عندها الصغار ديالها كيحتاجوها للإرضاع. وهناك نقطة أيضا مهمة، وهي أن الأم المرضعة حينما تمرض بالإسهال ممكن أن تضع فضلاتها في بيت الولادة، وبالتالي إذا كانت هذه الفضلات عبارة عن مياه جارية فإن الصغار سوف يتأثرون ويصابون بالجرب قبل خروجهم من بيت الولادة، يعني قبل ما يخرجوا راه غادي يكونوا مراضين بالجربة، وانتم غتقولوا ما عرفت شنو واقع، وهي راغي يعني الأنثى ديال الأم ديالهم كانت مريضة، ويعني لوتت لهم المكان وجعلت أن يعني الصغار ديالها قبل ما يخرجوا يكونوا مراضين بالجرب لا قدر الله. إذن هذا الدواء هذا نتكلموا عليه، وهو في حقيقة دواء بشري، يعني الاسم ديالو سميكتار. سميكتار معروف، يعني دواء معروف، أي بيت ممكن أنكم تلقوا عنده سميكتار، لأنه هذا عبارة واحد الخنيشات بودرة، كما قلنا هو دواء بشري، الثمن ديالو 30 درهم، ولكن راه فيه بزاف ديال الخنشات، راه فيه يمكن شي 30 حبة ولا 35 حبة. المهم أن اللي غتحتاجوا نتوما غير خنيشه وحده، ممكن انكم تعطيوها ديروها مع الماء وتشربوها، يعني اما تخليوها تشرب على خاطرها، اما نتوما تشربوها بشي محقنه تحيدوا لهذيك الشوكه وتشربوها لها، وكونوا متاكدين انها غادي تشفى فورا، يعني هذه راها بالتجربه، راها من اليوم الاول ان شاء الله غادي ستشفى. اما هذا دابا الدواء الثاني، دابا نهضروا على الدواء الثالث، وهو حتى هو رخيص ومتاح، وهو ببساطه التبن او الدريس كما كيسميوه يعني الفلاحه، بحيث ان هذا التبن يعمل على تجفيف
العصارات يعني تجفيف الامعاء عفوا تجفيف الامعاء من العصارات الهضميه. والطريقه ديال الاستعمال هي بجد بسيطه وهي اعطاء التبن لمده يومين متتاليين حتى يشفى تشفى الارانب المصابه باذن الله. وما خاصش يتعطى معاه الماء، يعني ملي تعطيوه التبن حيدوا عليه قطعوا عليه الماء، هذوك الارانب قطعوا لهم الماء وان شاء الله غادي يتشافوا، لان هذاك التبن كيجمع لهم كرشهم وكيبرا. عندك التبن الا بغينا نهضروا عليه هو نوعان، كاين الاصفر تبن اصفر وكاين التبن الاخضر، هو قليل في السوق يعني الاغلبيه كيكون ملي كيكون الموسم ديال الحصاد يعني كتكون لا لا يعني التبن كيكون اصفر بهذه الطريقه. انتم راه كاين راني درت خبز مخلطوا لهم مع شويه ديال التبن، انتم الا كيبان لكم انا غنوريكم حتى هذا الذكر راه حتى هو داير الخبز وراه معاه شويه ديال التبن، يعني في نفس الوقت ان التبن يجمع له شويه كرشو. هو ما كيضرش التبن غير الا عطيتوه لهم غير بوحدو، كونوا متاكدين ان الارنب غادي يكون غير كيحس بالشبع وما غاديش يتاثر، يعني مثلا الاناث نقولوا غادي يسمانو، لا التبن هو احساس بالشبع كيخلي الارنب يحس بالشبع فقط، يعني وهو دواء فعال للقضيه ديال الاسهال. اما الثمن ديالو هاد التبن هو في الحقيقه راه ما يمكنش يتجاوز، يعني هو بالا، حنا كنسميوها بالا يعني كبيره كبيره يعني فيها بزاف، يعني ممكن ان تضرب لكم سنين هذاك البالا. المهم ان ممكن نتوما تحتاجوا لهذا العلاج، هذا هي البالا كلها كدير 20 درهم، ولكن نتوما خاصكم مثلا غير حفنه ديال التبن ممكن انها تعطى لكم مجانا، يعني التبن راه كيبقى غير في الاسواق غير مليوح، يعني ممكن انكم تطلبوه من عند البائع ديال التبن، كتكون البالا وكيكون حفنه ديال التبن ما غاديش يحسبها لكم كاع بشي ثمن، لان البالا كامله كتسوى 20 درهم. ممكن انكم تخلصوا هذا السيد، ممكن تعطيوه درهم جوج دراهم يعطيكم يعني واحد الكميه اللي ممكن انكم تستعملوها للقطيع كامل، لان التبن ارخص مما يكون. صافي وكي يتشافى يعني كما قلت لكم تقطعوا عليه الماء، يعني تعطيوه التبن يعني مده يومين قطعوا عليه الماء، وهذه راه بتجربه يعني جربتها. وهو ايضا مكمل غذائي، ممكن انكم تستعملوه كمكمل غذائي. اذا هادو هما ثلاثه ديال الطرق ساهلين، كاين الخل كما هضرنا، كاين سميكتا وهو خنيشات ودواء بشري علاج بشري، وكاين التبن. هادو ثلاث طرق يعني ممكن انكم تقدموهم للارانب ديالكم وما تخافوش منهم، والثمن ديالهم رخيص للغايه. حناكم هاد الافكار دخلوهم في الذاكره ديالكم، ولا قدر الله كان شي مشكل خصك تكونوا على اهل الاستعداد، يعني ما تكونوش تشوفوا الارنب مريض قدامكم بالاسهال وتبقاو تقولوا راه مريض بالاسهال ولكن ما عرفناش شنو نديروا له. اول حاجه اللي كتكون متاحه في الدار هو الخل، بداو له بعدا بالخل. وكاينه عاوتاني سميكتا بالنسبه للامهات اللي خصهم ضروري انهم يرضعوا، خصهم يعني علاج فوري، سميتو سميكتا، واحد خنيشات بودره. وكاين التبن ايضا كذلك يكون عندكم في واحد خنيشه هكا، واحد الحفنه ديما تكون موجوده فيما تشوفوا الارانب ديالكم الكرش ديالهم بدات كتجرى، صافي اعطيهم التبن وان شاء الله يكون الخير. اذا هذا هو موضوع ديالنا ديال هذه الحلقه، كنظن انني وصلتكم الفكره. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه غاديه بالدعم ديالكم، دعمونا بزر جام وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.